الحمد لله الذي يمن على قلب عبده إذا صدق في الوجهة إليه بنور الحضور بين يديه، والصلاة والسلام على إمام أهل الحضور في حضرة الله سيدنا محمد الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وأصحابه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. كيف كانت صلاتك يا من سمع المجلس الماضي؟ هل حضر قلبك؟ هل استشعرت قيمة الله أكبر عند دخولك إلى الصلاة؟ هل استشعرت معنى الاستفتاح في حضرته؟ هل كان قولك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يصدقه حالك؟ هل قلت: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فكان لله رب العالمين؟ هل استشعرت جمع قلبك على الله عندما كان الله عز وجل يكلمك في الصلاة: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي؟ هل استشعرت هذه بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل؟ وهل سألت كيف كان حضور قلبك مع الله في الصلاة؟ بل كيف كان استشعارك لمفهوم الأذان عندما لامس أذنك صوت المؤذن، عندما لامس أذنك صوت المؤذن قائلا: الله أكبر؟ هل استشعرت الفرح بموعد لقاء المحبوب؟ وهل استشعرت وقت قضاء الحوائج وتفريج الكروب؟ هل استشعرت وقت العروج إلى حضرة علام الغيوب؟ هذه المجالس ثمرتها تظهر بالعمل. العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وفي هذا المجلس تذكير لي ولمن يحضر بأن حضور القلب مع الله عز وجل في الصلاة ودفع الوساوس والخطرات والغفلة أثناء الصلاة هو ثمرة لمجاهدة قد يأتي من الله فتحاً، بنظرة من الله يجذب بها قلب عبده إلى معنى الحضور معه. لكن الأصل وسنة الله في هذه الحياة أن الوصول إلى الحضور يكون ثمرة لمدافعة خواطر النفس، يكون ثمرة للمجاهدة، يكون ثمرة لاستشعار عظمة المذكور سبحانه. أيضاً قالوا أن الحضور مع الله في الصلاة لا يتفق وصفة الكبر، فمن أقر نفسه على الكبر والترفع والعياذ بالله يصعب عليه أن يحضر قلبه مع الله. حضور الجسد أن تستقبل القبلة، أن تحضر إلى المسجد، حضر جسدك وقام. لكن حضور القلب أن يتصل قلبك بمن تقف بين يديه، ولا يتأتى للقلب أن يتصل بمن تقف بين يديه سبحانه وتعالى ما دام القلب لم يتهيأ للصلة. وتهيئ القلب للصلة إنما يكون بالأدب مع المتصل به سبحانه وتعالى. ما شاء الله. الحمد لله الذي من علينا بحضور شيخنا ومعلمنا ومربي الجيل ومعلم الجيل في هذا الزمان، سيدي ومولاي الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، حيث أكرمنا الله عز وجل بقدومه هذه الساعة في هذا المجلس، ومعه أخي الدكتور محمد بن عبد الستار السيد وزير الأوقاف في هذا البلد. نسأل الله أن يبارك لنا في حضور الشيخ وأن يرزقنا حسن الانتفاع به. والحديث في هذا المجلس بعد ذكر أهمية الحضور مع الله وضبط الفرائض في أوقاتها، في أوقات الفضيلة منها، على أنه محور لترتيب وقت السائر إلى الله، إذ أن وقته هو رأس ماله. يأتي الحديث في هذا المجلس عن أهمية الرواتب والوتر والضحى، مع استشعار مفهوم الذكر
وأهمية الذكر في السير إلى الله عز وجل، والذكر سلطان القرب، والرواتب مكملات للفرائض، إن نقص شيء من الفرائض بغير قصد تكمل من النوافل من الرواتب. وفي هذا الميدان ميدان الذكر والحضور مع المذكور سبحانه وتعالى. لسيد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي باع كبير، تعلمت منه الكثير من معاني الحضور مع الله، من كلمات سمعتها في مجالسه ومن حال شهدته فيه. لهذا أرجو أن يتكرم شيخنا علينا في هذه الليلة باستكمال الدرس في هذا المجلس حول هذا المعنى. أتحبون أن تسمعوا من سيدنا الشيخ؟ هذا طلب من الجميع، حاشاكم أن تردونه سيدي، فتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله سبحانه وتعالى مغفرته وستره، وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، فإن الذي حدا بي بمعية السيد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد، الذي حدا بنا إلى هذا المجلس، الحاجة أقولها عن نفسي أولا، الحاجة إلى أن أسمع وأن أصغي، لا سيما وقد عرفت أن الموضوع هو السير إلى الله، أو كيفية السير إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا بأمس الحاجة إلى أن أسمع وأن أتعرض للمجالس التي ترقق قلبي القاسي. وأنا الحقيقة أعاني في هذه الأيام من قسوة في قلبي، ولا أدري السبيل إلى ترقيق فؤادي والتخلص من هذه القسوة التي رانت على قلبي، لا شك بسبب ذنوبي والآثام التي أتعرض لها. ولكن حبيبنا الحبيب فوت علي هذا الهدف الذي جئت بمعية السيد الوزير لوصولي إليه وللتحقق به. ما دام الحديث عن الصلاة أيها الإخوة، فينبغي أن نلاحظ أن الإنسان تتكامل عبوديته وتستيقظ إن كانت غير مستيقظة في الصلاة، لا سيما عندما يناجي ربه عز وجل وهو يتلو فاتحة الكتاب. عبودية الإنسان تستيقظ بين جوانحه من خلال حقيقتين اثنتين: أولا العزم على الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى والخضوع لسلطانه وحكمه، ثانيا إعلان الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والعجز الكلي عن النهوض بما قد طلب منه، وإعلان التبرؤ، لا أقول من حوله بل من أوهام حوله وقوته. فإذا تمتع الإنسان بهاتين الحقيقتين، العزم على أن ينهض بكل ما قد أمر به الله عز وجل والابتعاد عن كل ما قد نهى الله عنه، ثم إعلان عجزه الكلي عن القيام بما قد طلب منه، فقد تحقق بأعلى رتب العبودية لله. ما الذي يضمن يقظة هاتين الحقيقتين بين جوانحه عندما يخاطب الله عز وجل قائلا إياك نعبد وإياك نستعين؟
في الجملة الأولى يعلن عن عزمه وانقياده لله عز وجل، والعزم حقيقة خفية في كيان الإنسان لا تحتاج إلى قوة، بل ليست هي من مقولة القوة أو العجز. نعم، العزم هو توجه الإرادة إلى تنفيذ ما قد طلبه الله عز وجل منه. نعم، يعبر عن هذه الحقيقة قول الله سبحانه وتعالى الذي يعلمنا كيف نخاطب الله به: إياك نعبد. ولكن عندما عزمت على هذا الأمر فوجئت بعجزي، فوجئت بعدم قدرتي على أن أفعل أي شيء إلا بتوفيق من الله عز وجل. من أنا؟ لا يتأتى مني شيء، أفعالي كلها تتم بخلق الله. الآيات التي أتلوها وأحرك لساني بها إنما يتم ذلك بخلق الله عز وجل، وقوفي بين يدي الله عز وجل قائما واقفا بتوفيق من الله وبقدرة من الله، ركوع وسجود كل ذلك بالله سبحانه وتعالى. فكيف أقول إياك نعبد وأنا العبد العاجز؟ هنا يأتي الاستدراك في الجملة الثانية: إياك نستعين، أي أستعين بك، فأعني لتنفيذ ما قد عزمت عليه، أعني لتنفيذ هذا الذي عاهدتك عليه أن أكون عند أوامرك لا أتقاعس عن شيء منها، بعيدا عن نواهيك لا أقع في شيء منها. نعم، إن لم تعني فأنا لي لا أستطيع أن أنفذ ما قد طلبته مني. أنا أيها الإخوة، يعني مهما تاه الإنسان وشرد في صلاته عن الكلام الذي يخاطب به ربه، ما ينبغي أن يشرد عندما يصل إلى هذه الآية، هاتين الجملتين: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا نطق بها الإنسان من أعماق قلبه وخاطب ربه بها بكل مشاعره، لا شك أن النجدة ستأتي: إياك نستعين. إذا كان قبل أن ينقاد إلى تنفيذ أمر الله وقبل أن يلبي المؤذن الذي ناداه ودعاه إلى الصلاة يعاني من شهوات اثاقل حملها عليه، يعاني من أهواء تشده إلى الوراء، يعاني من رغبات دنيوية، يعاني من قسوة في قلبه، يعاني من ما تعرفون، عندما يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق ويقول: إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، تأتيه النجدة من الله عز وجل تقول له: لبيك. نعم، كم وكم شاء الله عز وجل أن ألتقي بأناس شاردين تائهين عن صراط الله عز وجل، ولكني أعلم أنهم يتمنون لو أن الله سبحانه وتعالى جذبهم إليه دون جهد منهم، كثيرون هؤلاء. نعم، أقول للواحد من هؤلاء: هل طرقت بابه؟ هل التجأت إليه؟ هل تضاءلت ملتصقا بأعتابه؟ هل شكوت إليه عجزك؟ هل شكوت إليه دخان شهواتك وأهوائك؟ يقينا أنك لم تفعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى شأنه أن يستجيب، أن ينتظر التجاءك إليه. نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. معنى أنه قريب أي سريع الاستجابة لمن التجأ إليه، سريع الاستجابة لمن شكى إليه مرضه، لمن شكى إليه سوء حاله. نعم، إن كانت الأهواء قد قيدتك، إن كانت محبة الدنيا والشهوات والرغائب المختلفة قد شدتك إلى الوراء، فاستغذ بمولاك وخالقك. من أنت؟ أنت لا تملك حولا ولا قوة بشكل من الأشكال. قف بين يديه وقل: إياك نعبد، وأنت تعني أنك قد عزمت على أن تكون عند أمر الله سبحانه وتعالى،
ثم قل له ولكن يا ربي أنا عاجز، إياك نستعين. نعم، إن أنت فعلت هذا جاءتك النجدة من الله سبحانه وتعالى. هذه النجدة يحتاج الإنسان إلى أن نعم يكرر التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى بها، لأن الشيطان لا يعني يتركه. الشيطان إن تركه الساعة وتغلب على الشيطان التجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى فلسوف يعاود الشيطان الكرة تلو الكرة، ولكن صلاته التي تتكرر أيضا المرة تلو المرة هي التي تجعله يقارع نفسه كلما أرادت أن تتسلط عليه، يقارع شيطانه كلما أراد أن يتغلب عليه. ولذلك شاء الله عز وجل أن يكرمنا بهذه الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات. كلما رأيت نفسك قد ابتعدت عنه واحتوشتك الأهواء والشهوات تكون قد حانت ساعة الصلاة الآتية، تعود إلى الله عز وجل مرة أخرى وتقول إياك نعبد وإياك نستعين يا رب، ها أنا أعود مستعينا بك. إن كنت تعاني من أزمة مالية، من أزمة في الأسرة، إن كنت تعاني من أزمة نفسية وشهوات وأهواء تغلبت عليك، فاعلم أنك تستطيع بخطوة واحدة تتحول من هذه الحالة، حالة العجز، إلى أعلى حالات الانتصار على النفس. الانتصار على النفس المسألة تحتاج إلى أن تتذلل وأن تقف بين يدي الله عز وجل. رأيت كلاما للبرهان المؤيد أظن لسيد الشيخ أحمد الرفاعي، سئل يعني كيف الوصول إلى الله، ما هو السبيل الذي به نصل إلى الله عز وجل ونتخلص من أهوائنا؟ فقال هما خطوتان، الخطوة الأولى تضع فيها قدمك على عنقك، والخطوة الثانية تصل فيها إلى الله. معنى ذلك أي الخطوة الأولى التذلل، أن تتذلل لله عز وجل وأن تعلم أنك لا شيء نهائيا. هذا يعني معنى أن تضع قدمك على رقبتك. الخطوة الثانية تكون قد وصلت فيها إلى الله عز وجل، يعني حطم نفسك التي تقف حاجزا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يمتعنا بذل العبودية له، وأن يشعرنا بأننا لا شيء، ولكن أسأله سبحانه وتعالى أن يملأ أفئدتنا بالحقيقة التي تتمثل بهذه الجملة المختصرة. إذا التجأنا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الواحد منا يصبح كل شيء. نعم، فأنت بدون استعانة بالله لا شيء، وعند الاستعانة الحقيقية بالله تصبح كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يجعل صلاتنا التي أكرمنا بها والتي نقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، نعم، علاجنا، علاج أدوائنا وأمراضنا، وأن يجعلها سر تحولنا من حالة قسوة القلب، وأنا أعاني في الواقع من هذه الحالة، إلى رقة القلب وإلى المستوى الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وأرجو أن نعود فنصغي إلى في إذا بقي التتم لهذا الحديث من حبيبنا الحبيب إلى التتمين. تفضل يا أخي. خلص أنا رديت واجبي. الحمد لله على ما أسمع وعلى ما أجرى على قلبي ولساني سيدي الشيخ. وبقي في نهاية هذا المجلس أن أذكر نفسي وأذكر من حضر ومن حضر من وراء أجهزة التصوير ومن سيسمعنا بعد بث هذه المجالس أن حقيقة الانكسار والافتقار والذلة واستشعار النقص الذي هو حقيقة في داخل الإنسان
هي عين القوة التي يفتقر إليها السائر إلى الله، وهي عين القوة التي تحتاج إليها أمتنا اليوم. إن أمة يكثر فيها أصحاب القلوب المنكسرة لله، التي يثمر انكسارها معنى الحضور مع الله، لتتلقى هذه القلوب أنوار الحضور مع الله، فتخرج من الصلاة بالصلاة. هناك من ينصرف من الصلاة إلى الحياة، أي وكأنه انصرف من الصلاة مغادرا الصلاة إلى الحياة، فكأنه كان في وقت يصلي فيه لله وفي وقت آخر يعيش حياته. لكن أصحاب الحضور مع الله بهذا المفتاح الذي سمعنا الحديث عنه في مجلسنا هذا بما أكرمنا الله به من حديث على لسان سيد الشيخ محمد سعيد حفظه الله، معنى الانكسار والذلة توقف الإنسان على الحقيقة، والحقيقة تقرب من الحق سبحانه وتعالى، والقرب من الحق يفيض على قلب المتقرب من الله إفاضات الإمداد من الله، وفيض الإمداد من الله إذا فاض على قلب العبد استمد من الله القوة، فتبدل ضعفه قوة، وعجزه قدرة، وفقره غنى، وذلته عزة حقيقية وليست صورية، فينصرف من الصلاة بالصلاة. لو أن عشر المسلمين اليوم ينصرفون من الصلاة بالصلاة ولا ينصرفون من الصلاة عن الصلاة لتحول حال الأمة أجمع. وقبل أن نختم هذا المجلس متهيئين للمجلس القادم بإذن الله عز وجل في الحديث عن الذكر والحضور مع المذكور سبحانه وتعالى، لنخلص بعد ذلك إلى الحديث عن مراتب النفس وترقياتها، أود من إخوة الحاضرين أن ينظروا إلى صدر هذا المجلس، كما أود من أخي المبارك محمد بايزيد المخرج أن يوجه التصوير إلى هذا المجلس. في صدر هذا المجلس يجلس سيد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي العالم الرباني. أعلم أن المؤمن إذا مدح في وجهه ربى الإيمان في قلبه، بجانبه فهو مظهر العلم لا في الشام فحسب بل في الأمة، وبجانبه أيضا من أهل العلم لكن ممثل ولي الأمر، وبجانبه أحد البارزين في ميدان الفن. ما الذي يجمع هؤلاء الثلاثة على هذه المائدة؟ إن شئتم قلتم عظمة الإسلام، وإن شئتم قلتم عظمة السير إلى الله عز وجل، وإن شئتم قلتم بركة الشام التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. لم أقصد هنا مدح الشام، وإن كان مدح الشام قربة، غير أني أريد هنا أن ألفت النظر إلى أن أمتنا فيها من مخبآت الخير الكثير، فلو أن الأمة كثر فيها مثل هذا المنظر، جلوس وارث رسول الله من العلماء مع ولي الأمر، مع من فتح الله له باب التفنن في مخاطبة عقول وأنفس البشر، ولو أضيف إليهم رابع وهو من ائتمن على المال من التجار في هذه الأمة، وحصل في هذا الجمع معنى الجلوس على مائدة طلب القرب من الله كما نحن الآن في هذا المجلس على مائدة طلب القرب من الله عز وجل، لو دامت هذه الصلة في بلدان المسلمين على هذا النحو لرأيتم تغيرا كثيرا في أحوال هذه الأمة إلى الأرقى وإلى الأفضل. في خاتمة مجلسنا هذا، بما تنصرفون من هذا المجلس؟ دروس كثيرة، إضافة إلى الكلام والعلم الذي تعلمناه هناك دروس. رأيتم كيف يتعطف الكبير على الصغير فيأتي إلى مجلسه؟ نعم، المتكلم إن جئنا عند الإنصاف لا أصلح أن أكون في طبقة تلاميذ 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 الشيخ محمد سعيد،
ومع ذلك نرى الكبير يأتي متعطفا على الصغير ويأتي يقول وهو صادق أنه جاء بنية أن يرقق قلبه، بنية أن ينتفع، أن يستمع. هذا شيء هو من كنوز هذه الأمة التي كان منتشرا فيها في الأجيال التي مضت، وبدأ يقل في زماننا، حتى صار الصغير يسكر من زبيبة معلومة عنده أو حسن كلام أو ذلاقة لسان كالمتكلم، فيرى أنه مستغني عن الكبار، الصغير يرى أنه قد استغنى عن الكبار. لكن الأصل هذا في الإرث النبوي، أن الكبير كلما كبر كلما ازداد افتقارا إلى الله واستمدادا من فضل الله بما يراه على خلقه كبارا وصغارا. هذا المعنى هو بحد ذاته درس لا ينبغي أن يفوت في خضم استمتاعنا بالدرس الذي سمعناه من لسان الشيخ، درس الحال الذي رأيناه في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بعمر الشيخ وأن يمد في عمره مع العافية الكاملة وسائر علمائنا، وأسأل الله أن يبارك في هذا البلد وأن يري العالم سر البركة التي أودعت فيه من دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم إنها أخوة قد عقدها حبيبك المصطفى ولا ينقض عقده صلى الله عليه وسلم، فضاعف هذه البركة وأدم هذه البركة وابسطها على الوجود شرقا وغربا يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في هذا الجامع الأموي، وبارك لنا في من في أسرار وأنوار من تقدم فيه من أصحاب رسول الله وآل بيته وتابعيهم ومن سلف من أئمتنا وعلمائنا. اللهم وإنك أسمعتنا في هذا المجلس حديثا غضا طريا عن معنى الحضور معك وعن سر الانكسار لك وللتأدب معك وطلب الوصول إليك عبودية واستعانة، فاجعل اللهم ما سمعناه يقر في قلوبنا، ولا تجعل حظنا منه مجرد استماع الآذان، اللهم اجعل له حقيقة تقر في الجنان وستستجيب لها الأركان، يا حنان يا منان. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم سابقة العناية وأدركتهم لاحقة التوفيق برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.